يا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدينا متابعينا الكرام، وإن ما كنتم تتابعونا انطل عليكم من خلال هذه الشاشة الفضية الجميلة، شاشة تلفزيون دولة الكويت وتحديدا القناة الرياضية الثالثة. انطل عليكم من خلال برنامج سبورت أكاديمي، هذا البرنامج المختص بالأكاديمية الرياضية ومع أناس مختصين في المجال الأكاديمي الرياضي. اليوم معنا الدكتور أحمد الحداد، دكتوراه في علوم التغذية الرياضية والسمنة، للحديث أكثر عن السمنة وارتباطها بالرياضة أو الرياضة وارتباطها بالسمنة ومدى علاقة الأثنين في بعض. قبل الدخول في هذا الموضوع، باسمكم مشاهدينا رحب بالدكتور أحمد الحداد، حياك الله معنا يا دكتور. الله يحييك، سعداء بهذا التواصل معك بالتأكيد. وأنا أكثر، وشاكر لكم الاستضافة، وإن شاء الله نقدم ما هو مفيد للمجتمع. بالتأكيد يا دكتور، كل الإفادة من خلال تحليلك وتعليقك على كثير من الأسئلة الخاصة بالسمنة وعلاقتها بالرياضة أو الرياضة وعلاقة السمنة فيها. دكتور، اليوم بنتكلم عن أنا صاحب سمنة، فهل الأفضل لي إني أمارس رياضة أم أتبع نظام صحي غذائي على أساس عملية إنقاص الوزن؟ نعم، السؤال صراحة جدا مهم، وكثير من الناس في لبس عندهم من ناحية الرياضة والسمنة. نعم. بحيث أنه ممكن أنه يلعب رياضة ويقول لك أني أنا آكل اللي أبي، وبالتالي صحيح. ما يحصل نتيجة ويحوش أحباط ويقلع عن الرياضة ونظام الغذائي ويزيد من السمنة. الحقيقة هي الرياضة والتغذية جزءان يكملون بعض. نعم. لو تكلمنا علميا وتحديدا تأثير النظام الغذائي في سياق إنقاص الوزن هو 70% مقابل الرياضة 30%. 30% أيضا نسبة لا يستهان فيها. صحيح. هناك أيضا للرياضة تأثير غير مباشر على التغذية بشكل آخر. الناس يقول لك أنا رايح ألعب رياضة وبالتالي أنا تعبان، فيستخسر أنه يروح التعب هذا على مثلا وجبة عالية في السعرات. صحيح. فيأكل مثلا سلطات، يبدي يعدل أكله بشكل غير مباشر. ليش؟ لأنه خايف أن التعب اللي سواه يروح حسب التعب. صحيح. فبالتالي هذا يصير تأثير غير مباشر على التغذية. ولكن خلينا نقول نتكلم عن الناس اللي عندهم سمنة زائدة بشكل مفرط. ففي الحالة هذه في البداية خاصة ممكن اتباع نظام غذائي راح يكون كفيل بأنه يبدي ينقص وزنك، ولكن ممارسة الرياضة مهمة أيضا لصحتك. يعني أنت لما تأخذ نظام غذائي ممكن نقول إنقاص الوزن، نعم هذا هدف حققته، ولكن ليش ما تحقق الصحة معه عن طريق ممارسة الرياضة. أنت مو مطلوب منك أنك أنت تروح وتركض لمدة ساعة عشان تنقص وزنك، أنت مو مفروض منك أنك أنت تروح وتلعب بعض الرياضات الشديدة وتقسى على نفسك لمدة خلينا نقول نص ساعة عشان تنزل وزنك. لا، بالعكس، أنت مطلوب منك أن خاصة في البداية أن فقط تمشي تتحرك شوية وتحرص على نظامك الغذائي. نعم. التوازن ما بين هذول العنصرين مهم جدا. فنقطة أني أنا أهمل الرياضة وأتجه للتغذية هي خطأ، وأيضا إهمالي للتغذية والاتجاه للرياضة أيضا خطأ، فلازم نهتم بالجانبين عشان نوصل للنتيجة. طيب خلنا نطلع معك فاصل دكتور ونكمل حوارنا، مع أنه كان عندي سؤال ولكن أشرى المصورين أنه عندنا فاصل، نطلع فاصل ونكمل معك الحوار. يعني مشاهدينا فاصل ونكمل حوارنا مع الدكتور أحمد الحداد، دكتوراه في علوم التغذية والسمنة، ولكن بعد هذا الفاصل. ورجعنا معكم مشاهدينا بعد الفاصل ونكملين حوارنا الشيق والرياضي مع الدكتور أحمد الحداد، دكتوراه في علوم التغذية والسمنة. دكتور، كان عندي سؤال قبل الفاصل بأن اللي يمارس رياضة وعنده نظام صحي، لكن نظام الصحي، هني أتكلم عن نظام الصحي مو عن رياضته، ممكن ممارسة الرياضة تكون جدا جميلة ومحافظ عليها، ولكن فيما يخص النظام الصحي دكتور، وهذا أنا حالة عايشة شخصيا، يحرم نفسه من يعني أكلات متنوعة في سبيل أن أبي أحافظ على الرياضة وأنزل الوزن، أخاف أني أكل القطعة هذه تزيد وزني، أخاف أكل الشغلة هذه يزيد وزني. رأيك في النقطة هذه دكتور؟ هي صحيحة إلى حد كبير، وأيضا نقطة مهمة، هذا اللي تكلمنا عنه في بعض الحلقات السابقة عن السعرات. نعم. شلون أعرف سعراتي، شلون أعرف ما أتناوله، هو هذه الثقافة حاليا مطلوبة من الجميع. الجميع. عشان لا تحرم نفسك وعشان تعرف ان انت شنو تاكل وتوصل لهدفك وانت نعم. مرتاح. مرتاح. على سبيل المثال انت عندك
مسموح لك انك انت تاكل 1500 سعره حراريه في اليوم، انت قاعد تتناول 800 سعره حراريه خلال اليوم وقاعد تجوع نفسك وتدخل الجسم في مود اللي هو سرفايفنج، يسوي الادابتيشن اللي هو يبدي يطفي وبالتالي يصير صعوبه في نزول الوزن عندك، فانت قاعد تعقد المشكله بالاتجاه الخاطئ او قاعد تصير في الاتجاه الخاطئ. لذلك من المهم انك انت تعرف انت ايش كثر تحتاج من سعرات. نعم. لذلك ننصح انك تتجه لي ننصح الناس ان يتجهون للمختصين خاصه في البدايه عشان يحط ريله على الخطوه الصحيحه فما يضيع جهده او وقته وهو مو عارف هل اللي قاعد يسويه صحيح او خطا. على سبيل المثال نقطه مهمه جدا اثرتها. نعم. صراحه. نعم. الناس يعتقد انه هو اذا تحول الى الاكل الصحي فهو كفيل انه ينزل وزن. وهذا خطا، لان على سبيل المثال زيت الزيتون هو من اكثر الاطعمه الصحيه. صحيح. من حيث الفوائد ممكن يخفض الكوليسترول، فوائده جمه. نعم. لكن الاسراف في زيت الزيتون راح يسبب لك السمنه، فبالتالي الناس اللي تتعشى سلطه وتحط زيت زيتون يتناول وجبه كامله افضل من ناحيه السلطه، من ناحيه السعرات نتكلم، في ناحيه انقاص الوزن. نعم. فهو انك انت تتحول انك انت تطبخ في زيت زيتون او تتاكل سلطه في زيت زيتون هو ما راح يوصلك لهدفك، طول ما ان انت مو عارف هذه السلطه او هذا الطبق اللي قدامك ايش فيه من سعرات حراريه. يعني فالافضل دكتور اعرف انا شنو اللي قاعد اكله من سعرات حراريه، مو نوع الاكل اللي قاعد اكله يعني. طيب دكتور بتكلم عن الرياضه لاصحاب السمنه، اذا كان صاحب سمنه شديده هل تنصح في رياضه معينه؟ مثل ما ذكرنا ان السمنه الشديده ممكن انها تعرضك، يعني انت تكون على مخاطر للاصابات بشكل كبير. نعم. فبالتالي الرياضات المعتدله هي الافضل، ممكن الرياضات المائيه هي الافضل كونها مقلل الاصابات. كل ما زادت شده الرياضه، على سبيل الجري الناس اول ما تبدي تروح تركض. صحيح. فهذا الجري اذا كان في معدل عالي جدا خصوصا في البدايه، مثلا فتحت سبرنت من اول شيء وانت جسمك مو متحمل هذا الضغط ولا متعود على هذا اللود. نعم. وفجاه عرضت لي هذا اللود، فاحتمال اصابتك الاصابه او تعرضك للاصابه بيكون بشكل كبير جدا. نعم. فبالتالي دائما انصح اصحاب الوزن الزائد ان ايضا بالرياضه تكون معتدله في البدايه وهي كافيه لانزال وزنك. نقطه سريعه مثل ما ذكرت او تنويه على بعض النقاط اللي ذكرناها بالنسبه للسعرات، هي فعلا مهمه جدا، ولكن ايضا بالاضافه مهم مو فقط انها السعرات، ايضا ما تحتويه الوجبه من فوائد صحيه عشان نقدر نوصل للصحه المثاليه. يعني على سبيل المثال في ناس يقول لك انا اكل وجبات سريعه ولكن ضمن سعراتي. صحيح. هل راح ينزل وزني؟ نعم راح ينزل وزنك، لكنك راح تفقد صحتك ايضا. فبالتالي العنصرين مهمين جداً. انك انت تحرص على سعراتك وايضا على جوده الغذاء اللي انت تحصل عليه. طيب دكتور رايك في نقطه اللي انا من بعد الساعه 7 بالليل يفضل اني ما اتناول اي وجبه سواء كانت ذات سعرات عاليه او سعرات حراريه منخفضه لاصحاب السمنه، بان بعد الساعه 7 بالليل ممكن هذا الامر يتحول الى دهون مثل ما ذكرت حضرتك في حلقات سابقه ويؤثر علي في عمليه انقاص الوزن، رايك في النقطه هذه دكتور صحيحه خاطئه؟ ايش رايك ناخذ الاجابه هذه في حلقه قادمه ان شاء الله. للاسف وصلنا الى ختام حلقه اليوم. ان شاء الله باذن الله. نشكر لك قبولك الدعوه يا دكتور، تواجدك معي في حلقه اليوم اسعدتني وشرفتني بالتاكيد. شكرا لك يا دكتور، وشكرا لكم موصول مشاهدينا على حسن وطيب المتابعه. كان هذا كل شيء في حلقه اليوم، كان ودي اخذ الاجابه من الدكتور ولكن ان شاء الله في حلقات قادمه، على امل ان نلقاكم ان شاء الله في حلقات قادمه. الى ذلك الحين طبتم والى اللقاء.